انا بحب لما في اشخاص يعترفوا انه بيرفع لهم ضغطهم. بالغلط سمعته عم يحكي انه الاسبوع الماضي انا بالويك اند ما كنت، استاذ عامر كان ضغطه 12 على 8، بس اليوم طالع قد ايه ضغط؟ خد لك ضغط، اعطيني شوي ايدك بس. 16 على 10 هلا مش قبل ما بلش عارف فيه من دون ما تفحص. اينوما عامر وضيفنا جورج عزار مدير تنفيذي بهاي كارت. لا جورج انت افتريت على نفسك ونقيت تكون ضيف عامر. عامر انا بحبه. بحبه. سلمته نفسي. شو قصدك؟ لا مش على الهواء، انت صديق. شو قصدك؟ تفضل عامر. صباح الخير جورج. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. صباح الخير للمشاهدين وصباح الخير جورج. شو لازم واحد مش كنت مبلغ بدي 15 ايه بدي 15 دقيقه لينزل ضغطي اذا بدي اتنفس وتروح الحلقه، عشان هيك راح اكمل بالضغط العالي. نعم. واهلا وسهلا فيك. بتصور سبب ضغطك شيء ثاني ما راح نقوله، مش انا اكيد او لا عم تحطها فيي. لكن معنا اليوم موضوع كثير مهم اكيد جوزيف بيعنيك وبيعني كمان جميع المشاهدين، يلي هو شوبينج اونلاين. وبالتالي اذا بدك للاستفاده من الوقت ولسرعه تامين الطلبات، رح نتعرف مع ويب سايت جديده، اي كوميرس بلاتفورم جديده بلبنان، بس مش الفريد فيها انه بس جديده، بس الملفت للنظر فيها انه من اول نهار طلعت فيه هوا نعم كانت قوية، يعني كان في بقلبها كل شيء، على عكس المواقع اللي بتبلش بأشياء بسيطة وبعدين تبلز أب مع الوقت البضاعة الموجودة أو البرودكتس الموجودين فيها. نعم. جورج خبرنا شوية هاي كارت ليش لقيته فيه سبب أنه تفتحوا هيك ويب سايت، وشو الحاجة اللي يعني أو النيد اللي عم تفكروا تعبوها عند المستهلك اللبناني؟ هلا طبعا انت بتعرف انه الاي كوميرس هي موجه عالميه، يعني نحن ما اخترعناها، هي بلشة من اكثر من 20 سنه بالعالم. نعم. واذا بدك اجتاحت دول كثيره اللي هي متطوره وبالتطور، يعني ديفلوبينج كونتريز. نحن بنعد حالنا بلبنان انه وي جاست ستيبت، انتم هلا خطينا هذه الخطوه لنيد كان موجود افكتفلي عند الكونسيومر اللبناني، بس ما كانت متاحه له انه يشتري من لبنان. يعني الكونسيومر اللبناني بيعرف الاي كوميرس وبيشتري اي كوميرس او من امازون او من اي باي منصة أو تجارية أو الكترونية، منصة الكترونية يعني للتجارة الالكترونية 100%. نعم. فاذا هالمستهلك اللبناني كان عم يشتري، بس ما كان عم يشتري من داخل لبنان، عم يشتري من برات لبنان، لانه ما في بلاتفورم تستاهل او مش تستاهل عنده الثقة فيها الكافية لحتى يقدر يشتري. كان يشتري يشحن ينطر الشحن ينطر الجمرك اوقات يدفع مرتين ثلاثه. طيب جورج، بس انتم دارسينها بطريقه انه تقدروا تنافسوا هالمنصات الالكترونيه التجاريه العالميه بالاسعار، لانه العالم بعد هلا بتعرف في كم ويب سايت او كم منصه كثير مشهورين وكثير معروفين والعالم كثير عم تهجم عليهم. جوزيف سؤالك كثير مهم. نعم. بس المنافسه مش على يعني السايتات العالميه. عندك ديس ادفانتج كبير انه اول شيء بدهم وقت ليوصلوا البضاعه من برا. نعم. وثاني شيء ما فيك تطلب قصص كبيره، يعني مثلا مش البراد او مثل الشحن. نعم. بيكلف كثير. الشحن بيكلف. نعم. اشياء كبيره بتكلف اكثر. صحيح. اكزاكتلي. هلا يعني هذا الادفانتج على هاي كارت. خلينا بس نشوف جورج، انتم امتكم بهالمنصه؟ شو شغلين لتنافسوا هالمنصات التجاريه العالميه؟ ليك تقلك شغله، اول شيء منافسه بلبنان نحن بنعد انه بعد ما في منافسه بلبنان. هيدي المنصة هي الأولى من نوعها. أه. بلبنان حتى تلبي حاجات المستهلك اللبناني بناحية الإي كوميرس، وأكيد بتقدم له كل إذا بدك الأدفانتجز للبنانية. هلا نحن عم ننافس مع برا اندايركتلي إيه، لأنه كانوا يشتروا من برا، بس أكيد عندنا نحن كل الأدفانتج. يعني وقتها المستهلك اللبناني يعرف إنه البرودكت اللي اشتريه من بلاتفورم بتضاهي بالتكنولوجي أحلى المواقع الإلكترونية بالعالم وفيها كل الفرايتي، رح يوثق فيها. بنفس الوقت عم نوصل له اياها خلال سكند بزنس داي، يعني اذا عمل اوردر اليوم قبل الساعه 2 بتوصل له بكره. فيرسز هوديك بدك يمكن شي جمعه شي جمعتين وشي ضاعت على الطريق. واكيد هون بتوصل بكره في سبب. ليش السبب؟ لانه نحن وي هاف اور اون فليت. طبعا يعني سياراتنا الفليت تبعنا فولي اوتوميتد،
بالعكس نحن عنا ادفانتج كمان عليهم بهذه الشغله انه نحن يو كان تراك يور اوردر. عم نحكي سكند يعني داي بكل لبنان. بكل لبنان اند يو كان تراك ات سوري يو كان تراك يعني كيف اوبر بتشوف الاوردر طلع وصل لعندك مش وصل لعندك بتتابعه يعني على اونلاين يعني. بس بدنا نوضح شغله للمشاهدين انه نحن قبل استضفنا ناس عندهم شوبينج اونلاين بقصه يعني مثل فانسيا باكس وغيرهم وغيرهم عندهم بشغله واحده ولكن هون عم نحكي عن حنشوف عن شوبينج شامل حنشوف شو في على الويب سايت خلينا قبل نشوف اعلان صغير عن هاي كارت هيك بعد بنوهد اكثر للمشاهدين ليصعبوا اكثر نحن شو الفكره اللي عم نطرحها. تفضل. كل مره مول بنقدم لكم هاي كارت طريقه جديده للاونلاين شوبينج من اللابتوب او الموبايل. بكفي انك تدخل على highcard.com وخلي الشوبينج يبلش مع كل شيء بيخطر على بالك. هاي كارت بيقدم لك شو ما بدك سعر اللي بدك. ما إلك إلا تنقي الأغراض اللي بدك تشتريها وتحطهم بالسلة. دخل عنوانك أول مرة بتتسوق على هاي كارد ونقي طريقة الدفع اللي بتناسبك. كريدت كارد في طريقة آمنة أو كاش على الاستلام. هالقد هينة؟ ثروتني حياتي. منوصل الأغراض على باب بيتك مع إمكانية الرد. highcard.com شو ما بدك سعر اللي بدك. لكن شفنا هالإعلان عن هاي كارد. حفل الاطلاق الرسمي اللي صار من فتره للموقع الانفيتيشن اللي بعتوها كان هي عباره عن بوكس كثير مهضومه مثل اللي مستلم فيها الاغراض اللي عم نطلبهم فعليا الايتمز الصغار الشيبينج سمول بوكس كثير مهضومه. خلينا نفوت بموضوع الويب سايت. هلا نحن حنشوفه نحن والمشاهدين سوا لايف على الهوا. خلينا نفوت بهذا الموضوع من مطرح ما وقفنا مع جوزيف انه شو في بقلبه لهالويب سايت لانه هو مش بس لايتم واحد او مش بس لكاتيجوري وحده. شو بنلاقي بقلب الويب سايت؟ بالفعل الويب سايت يعني مثل ما قلت لك شامل it's one stop shop. يعني احنا عاملينه part of the convenience انه انا بدي اجي اشتري اليوم اعمل شوبينج ما ضروري انزل ابرم 15 20 محل تعمل شوبينج تبعي. فوت على موقع واحد في كل الفرايتي اللي انا بدي اياها. الكاتيجوريز منوعه ما بعرف اذا نحن شايفين على الهواء بركي. هلا بركي هلا بناخذه على الهواء للويب سايت. على كل حال عم نشوف نحن اليو ار ال ومعنا الويب سايت هون احو صار موجود. عم نشوف في عندنا الكترونكس موبايلز اند تابلتس فاشن sports and leisure, baby and toys, beauty, home, books and stationery, اشياء consumable مثل liquors and cigars والبراند ستور. يعني مبدئيا كل شيء كل شيء كل شيء. نحن يعني اليوم لحديت هلا نحن صرنا مالعين بفوق ال 150 الف برودكت. اوكي. وكل شهر عم نزيد 10000 برودكت واكثر. يعني انت عم تتخيل انه يعني ما انا كلمه بتتم ما انا كلمه بتتم ابدا. يعني في فريق عمل كثير كبير عم يشتغل هيدا الشيء. وهذا كان one of the challenges انه تقدر تلاقي هدول الاصناف بالفرايتي بالسلكشن بالكواليتي بالاسعار بالكونتنت الموجوده. فاذا هذا كان شو بنحط لهون highcard.com highcard.com اللي هو اصلا عم يطلع على الهواء هلا العنوان عم شوفوه المشاهدين. انا هون شايف فور اكزامبل نينجا تنت للولاد عليها 46% اوف. سعرها كان 92 صار 50 مثلا. شايف ايباد شايف ساعات لابتوبس تويز درونز ايفونز وايضا اشياء للاعياد خاصه لعيد البربارة مثل كوستيومز يعني تليفونات للبيت اكسسوارز للتليفونات يعني. وبعدني عم بنزل يعني بعد السايت عم ينزل الكترونيكس هيوميديفايرز ميني فريج فاكيومز اكسبريسو اسبريسو ماشينز يعني كان يعني اذا بدك تنوع وشامل 200000 برودكت في في عندنا وقت هلا هلا على بصراحه عم نعد هلا في 200000 هلا هلا هل يعني فوق ال 150000 برودكت. طيب اللي بنشوفه عندكم اسعار تختلف عن الاسعار اللي بنشوفها بالسوق؟ ليك السايت البوزيشننج تبعه هو الكونفينينس اول شيء. نعم. يعني تعطيك بتريح المستهلك انه كيف بده يشتري بطريقه جديده بالشوبينج اكسبيرينس. يعني سهلة. تشتري ساعه اللي بدك من البيت من السياره صبح ظهر عشيه كل الكونفينينس ويوصل لك محل ما بدك. سو الكونفينينس هي الشغله الاساسيه والفرايتي مثل ما حكينا انه كمان عندك فرايتي كثير كبيره اتس وان ستوب شوب. هون هون لما بنحكي كونفينينس يعني عم نحكي انه دغري يعني مش انه نحطها بالكارت ونتركها منفوت نقل الايتم اللي بدنا اياه ونطلبه دغري. انت حر لانه تاني نهار حيكون موجود. انت حر يعني تاني نهار حاستلمه
اكيد اكيد هلا حتى بالباسكت يعني فيك تنطلع. حتى بالباسكت ترجع تفوت عليها بعدين فيك حتى بالويش ليست اذا انت هذه الشغله حاببها بس ما انك مأكد منها خليها بتعمل لها انه سلكشن. وبالنسبه للاسعار كنا عم نحكي نعم اكيد الاسعار هي كثير مميزه بهاي كارت يعني نحن بجارنتي انه الايتم اللي بتلاقيها ما حتنزل على السوق تبرم وترجع تلاقيها اقل منها صحيح في عنا سبيشال اوفرز اكسكلوزيف على هاي كارد في عنا بري لونشز بتعرف انت بالتكنولوجي او ار بي جي بري لونشز كل هدول الامور عم تقدر تلاقيها على هاي كارد ساعة اللي بدك بمتناول ولك 24 على 24 من البيت نعم. وفي عندك كتير فاسيليتي يعني صغيره عم تعتمدوا مثل ما بيعتمدوا امازون هيك فجاه بينزلوا نهار مثلا بيقولوا ديسكاونت ما بعرف قد ايه هلا بنطولين عليهم حرام بعضهم بلش لا 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 فكره مش غلط انا بالعكس انا عم خبر المسج مثل ما لازم استراتيجيه الاونلاين تختلف عن الاستراتيجيه بعد معنا دقيقه وحده خلينا نركز على موضوع الثقه عامل الثقه يعني انا اليوم عم بشتري من موقع لا بعرفه لا بعرف مين وراه هلا اكيد عم تعرف عليك رئيس تنفيذي لهاي كارد بس مش مثل الريتيل شوب اللي بننزل عليه صاله عرض بنروح نشتري منها البرودكت شو هو عامل الثقه بموضوع الايتيمز اللي عم يطلبوها نحن عم كل الايتيمز اللي شايفينه هن براند نيمز معروفين بس اكيد اليوم لما بشتريهم من عندك وبصير فيهم مشكله مع مين لازم احكي ليك قبل المشكله حتى تعود الكونسيومر اللبناني يقدر يشتري على الاونلاين وهي شغله اكسبيرينس جديده بالنسبه له اكيد بده يكون عامل الثقه هي شغله اساسيه وهيدي من ثوابت السايت تبعنا يعني نحن وقت نقول ثقه عم نعطي فلكسبيليتي للاشخاص اللي حابين يدفعوا كريدت كارد يدفعوا واللي ما انهم حابين يدفعوا كاش اون ديليفري هذا اول عامل ثقه لانه الكونسيومر اللبناني بيقول لك انا يمكن بيجي البرودكت بيدفع على علما انه الكريدت كارد نحن الفاسيليتي اللي عنا اياها انه وان اوف ذا موست سكيور توكنايزيشن انكريبشن اللي بدك اياه بس عم نعطي هذا الفلكسبيليتي شغله ثانيه عم نعطيها انه طب المستهلك اللبناني كمان بيحب قبل ما يشتري بيحب يلمس الشغله يشوفها وقت ينزل على الستور العادي بيشوف عجبته بيدفع حقها كمان نحن عم نقول لك جيبها شوفها عجبتك ادفع حقها ما عجبتك ردها بيصير هيك شيء اكيد حتى خليه عندك فتره 3 ايام بتقرر بعدين لسبب من الاسباب لقيت حالك ما بدك اياها ضمن اكيد يعني كونديشنز معينه جديده بترجع فيك تردها and you get refunded برجع لك مصريتك هلا من ناحيه الاشورنس تبع الكواليتي طبعا نحن بنشتغل مع البراندز دائما الاصليه والباكت اب بالوارنتي تبع السبلاير تبعهم وعندنا كول سنتر اكيد متواجد بيقدروا يلاقوا كل الوقت بيتلفنوا لنا بنتابع نحن وياهم حتى وي هاف تشاتنج اون لاين اذا بدهم كونتاكت اس وغيره من الامور نحن خلص وقتنا ندعي المشاهدين يفوتوا العنوان عم يطلع على الهواء highcard.com يفوتوا يتفرجوا يعطونا الفيدباك تبعهم لانه نحن كمان نفس الوقت احنا نقول له الفيدباك لجورج انا شخصيا بلشت اعمل شوبينج على هاي كارد عملت على هاي كارد عملت اكاونت وبلشت اشوف قصص حطيتها بالويش ليست بدعي المشاهدين يفوتوا يتصفحوا اكيد اذا عندهم ايتم حابين انه يكون موجود او كاتيجوري حابين انه يزيدوها في يبعثوا لنا لانه نحن بنقول له لجورج او في يتواصلوا معنا على الويب سايت هاي كارد اذا عندكم شيء هيك نينتندو قصص كذا بعثوا له اياهم يلا هلا على الخير على الكريسماس في عنا اشياء كثير حلوه نازله ترقبونا امباسادور وشو بيع ما بتتثمر انت يا عم ثانك يو جورج ثانك يو لعند الشيف محمد ورشيد ملح صباح الخير مشاهدينا وما عم تشوفونا رح نبلش انا وياكم نحضر طبق الكريب تريو اللي قلنا عنه قبل شوي حاشرح لكم هو رح نعمل عجينه الكريب بشكل سريع ارجع اذكركم فيها لانه عملناها قبل بمره رح اعمل هي عباره عن حليب لتر تقريبا بدي 400 جرام طحين بدي 5 بيضات بدي رشه فانيليا ورشه سكر وبخلطهم كلهم مع بعضهم برجع بعمل عجينه بهالشكل هيدا هيدي العجينة ممكن نحضر كتير اشياء فيها اليوم عملنا شوي حندخل عجينة الكريب حعمل معها العسملية رح دخلها غزل البنات رح نعمل جبنة الكريم هيدي جبنة الكريم بهالشكل بدها تكون شوي طرية بترجع بتشد بالبراد فاذا هي عبارة عن عجينة عسملية اما بنقليها بالزيت زيت حامل حتى تاخد لون او بحط معها شوية زبدة او سمنة وبحطها بالفرن حتى ترجع تتحمص شوي برجع بدي كسرها صار عندي عسملية
وعندي جبنه وعندي عجينه كريب وعندي الغزله. هيدي الغزله كريب عسمليه جبنه، ورح تبلش تمرق اكيد رح تشوف هلا الوصفه انتم والمقادير عم تمرق قدامكم. سجلوها لحتى نقدر انا وياكم نطبقها وتطلع كثير شهيه. اول شيء رح نجيب قالب، ممكن تحطيهم بكاسات، ممكن نعملها بكاسه، ممكن نعملها بقالب صغير، ممكن نعملها بقالب كبير حسب شو عنا ضيوف وحسب قد ايه بدنا نخليها عنا. وهيدي وصفه بتقعد بالبراد ما في مشكله كمان فيها. رح نعمل الكراب بهالشكل شكل ساندويتش، رح اقطعه بهذا الشكل. اذا ما عندي جبنه مهم عندي تكون كريم، اذا بدها تكون كريم فريش بخفقها شوي، بدي احط معها اي صنف جبنه ممكن ينطحن، جبنه مطبوخه بهالشكل. رح نحطها بكعب القالب عجينة الكريب. قلنا جبنه مطبوخه مع كريمه فريش نضربهم شوي مع بعضهم، بنرجع بنحطهم شوي بالبراد. هيدي عملنا اول طبقه بهالشكل، رح ارجع فوتهم. هلا اللي بخليها تكمش هي الجبنه، واهم شيء على وجهها في طبقه من المانجا. فاذا كريب جبنه هذه الجبنه رح نحطها على وجه الكريب، ورح ارجع اضيف عليها طبقه من العسمليه، طبقه من المانجا المفرومه، و حط لها اخر شيء غزله على وجهها. ولازم تفوت على البراد تقعد تقريبا حوالي الساعه ليتماسك كل المزيج مع بعضه. رح كفي انا احط العسمليه والمانجا، بشوفكم بعد شوي لحتى اكمل انا وياكم كيف حيطلع تريو بالكريب. نرجع عند شكرا يا شيف، شكرا، بنرجع لك بعد شوي لكل اللي عم يسمعوني هلا وانضموا لنا هلا. ما تنسوا تتابعوني عبر صفحه فيسبوك عالم الصباح. سؤالي، مين السوبر هيرو بحياتكم او البطل الخارق اللي بتاخذوه مثل اعلى بحياتكم؟ خبروني القصه مين هو وليه. بعد شوي بنقرا بعض كومنتس، ولكن بعد ما نوقف هالوقفه خليكم معنا.